بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني الاعزاء، من تل الجصان واخبار مفرحه، طبعا ان شاء الله قريبا يتم افتتاح مقهى المرحوم حمودي حسن باداره الاخ العزيز عبدو طالب محيل، وان شاء الله تعيد لنا الذكريات القديمه والسوق القديم، ونتمنى حتى تكون محلات تكون مماثلة بعادة ترميمها من جديد إن شاء الله، ونأخذ أكثر تفاصيل مع الأخوة الأعزاء. نعم، والأخونا العزيز ثار يونس أبو ندم العزيز الغالي، الأخ العزيز عادل عرايبي أبو حياة، والأخوة الشباب هنا مثل ما جاي يشوفون، هذا الأخ العزيز عبدو. إن شاء الله تبارك لك افتتاح المقهى القديمة في تل جصان، وان شاء الله انت ادري بك تحب التله وتحب شغله المقاهي، لان جدك الله يرحمه هو باعتبار بهاي المهنه قديم. نعم، شلون جتك الفكره اخ عبدو؟ والله خال ابو عبد الله، هي فكره واحده هي جت. كل بيت تبينه وتعمر القهوه من جديد. والله القهوه ابو عبد الله التله قلنا لازم نرجعها. اي والله بيك متمسك بالتله. اي والله كلش بالبدايه كل القهوه والله لا طماع ولا فلوس ولا ان شاء الله شاهد. بس نريد الدنيا تجي فوق تغير جو ويشهد علي الله، لا فلوس ولا كل طمع ماكو. تجي تقعد هنا العالم تقول هاي جصان، شوف شنو جصان وتجي هذا ابو الكوت، يجي اي شخص يجي هلا بي، يجي خطار القهوه مفتوحه من خارج جصان، منين ما يجون القهوه مفتوحه. بس احنا نطلب عندك طلب اخوي، يعني هسه احنا جايين نشوف الدكات تبانيها من بلوك، من بلوك ابو عبد الله. احجار ماكو ابو عبد الله، الاحجار صعب شوي شغله صعب. نريد منك شيء بس ايه؟ من عندك بس فقره واحده. نعم ابو عبد الله، نكمل الدكات تلبخن ان شاء الله. ان شاء الله ترد بس تطش لطشه خفيفه على مود تبين. نقول سجاده قالوا لنا سجاده ابو عبد الله. هسه انت لطشه خفيفه. لطشه خفيفه ان شاء الله ان شاء الله. ذكرنا بايام زمان يعني. قالوا سجاده. نعم. ابو عبد الله، وشويه بلوك مرتب الشغله مال البلوك، والاحجار شويه صعب صعب صعب. ما اعتقد القهوه تحتاج الى ترميم وايد، لان نشوف والله يجزوها نظيفه والرجال مؤياد ما قصم يمين. نعم. وبس رحت للشخص. لا هو رجال قال لي بيك خير ودلل. اي والله اي والله، وكل ما هنالك هم يريد القهوه تبقى باعتبار تبقى ما لها هلا وكلها. نعم. وقال لي كل شيء ما يريد بثواب اهل الرجال. تراثيه. نعم نعم خالد ابو حمودي، شنو رايك فكرتي مال لقش الدشات من تكملها ان شاء الله؟ ابو عبد الله ابشر. والله احب تكون عباره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دشات اللقش ان شاء الله خدمتك ابو عبد الله. يجونا فوق كلها ان شاء الله، الجو نزله جو كلها تصعد فوق يمنا بعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. موفقين عيون ابو عبد الله. انا اشكرك ورحم الله والدك ابو عبد الله قلبك. نعم الاخ، طبعا كل الشباب هنا ومثل ما قبل يذكرونا بزمان قبل، الشباب كلها عونات هنا، كلها عونات بدون. اي نعم نعم، ابو حسن كبيرنا، ابو حسن والله يرحم اخونا العزيز محمد برحمته الواسعه الانسان الطيب، بس شو سوى امر الله سبحانه وتعالى. على كل حال ان شاء الله موفقين والله يحفظكم ويوفقكم. ابو ندم بس دقيقه بس، نعم شنو رايك باعتبار تمني كادر الشبابي بانه يكون اعمار اكثر محلات ومقاهي في تل جصان؟ والله نشوف شغله حلوه. نعم. ابو عبد الله، يعني المقاهي وخصوصا راح يجي فصل الشتاء. نعم. وجو بارد العالم تصعد فوق تصعد فوق غير جو عمارها طين. نعم. شو يصعدون فوق يعني يغيرون جو. شنو رايك اذا يخلون مقتنيات قديمه بالقهوه على مود ترمي؟ هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وصور صور الاموات هم ان شاء الله. نعم. على مود صور الاموات اي حب ما اعرف شنو هاي الصور لازم نجيبها. مو بس الصور القديمه ان شاء الله راح تجي، الصور هم راح تجي. يعني هي هم تكون مقهى وهم تكون صور متحف عبد الله ان شاء الله، ولوكسات ان شاء الله القديمه ان شاء الله. دلات مال الكناوي وبعد بعد عبده ما يقصر، يحب هاي السؤال يحب هاي السؤال. موفقين عبده. ايوه ابو عبد الله ما الله عبده. نعم، تحب تضيف لنا في الكلمه شنو رايك؟ عبد الله بس هاي. نعم نعم نعم، جاي اشوفها طبعا. نعم نعم، طبعا هاي جذوع مال شرسي قديم، وهذا الجضع مال شرسي يطول عمره اكثر من 100 و150 سنه وهو يحافظ بدون ما تجي الارضه. اهم شيء عندنا اهم شيء ابو عبد الله عندنا الكبار تصعد فوق يمنا. يعني عمودي حيوها هاي التله، حيوها هاي القهوه قاعده حلوه اي ان شاء الله الكبار تجينا هنا فوق تقعد يمنا. والقهوه كبيره ترى تستوعب هواي. اي والله
ان شاء الله بعد ما نعم اخواني الاعزاء. طبعا احنا صعدنا بالصدفه بشغله ان شاء الله، وصدفه شفت حقيقه ما ادري بانه هم جاي عمرون بالمقهى مثل ما جاي. طبعا هذا الشمبر سابقا هنا كان بس انا احكي قبل، يعني قبل كان هنا لوجاغي هنا يسوون شاي حامض، عندهم جدر مثل مال الباجله ولبلبي. هم لنا ذكريات بهاي المقهى مثل ما جاي يشوفون. طبعا هاي الجذوع لحد الان محافظه على قوتها، والبناء القديم هاي مثل ما جاي يشوفون هاي الدنق، اربع دنق بالقهوه موجوده، اربع دنق موجوده، والشبابيك بعدها القديمه مثل ما جاي يشوفون الخشب القديم موجود والرزات موجوده. نعم نعم، شوف شلون الشبابيك هواء بارد. والله اي والله اجواء حلوه. طبعا طبعا هي هواي كان بها بها بابين، يعني ايش عجب ما فتح تفتحون ان شاء الله. هاي طبعا هاي الشبابيك تطلع على البساتين باعتبار هنا. نعم الشباك منها فتحوها. نعم هذا شباك. نعم شباكين تفتحون ان شاء الله. طبعا هاي اللي اردت الباب هم تكون قاعده برا على لازم نشرحها. هاي راح نشرحها لقدام. اه حلو حلو حلو، شيء حلو شيء حلو ومرتب. واحنا طبعا نفتخر بشباب اهل جصان الله يحفظهم بانه يعيدون ترميم اكثر عدد من المقاهي والمحلات الموجوده بالسوق. هي الفكره قديمه لكن مع الاسف ما حد شجع عليها. مثل ما جاي يشوفون اخواني الاعزاء السقف اللي هسه محافظ على نفسه، الباريه والقصب والجذوع القديمه مال الشرسي، وقهوه بها هواي من الذكريات. هاي قنفات، يا ريت لو اكو قنفات عبدو القديمه، القنفات مال الخشب القديمه اذا تحصلون من عندها على مود ترجع. اي والله ما حصل. اه ما قهوتكم ما موجودات؟ والله ما موجودات. والله اذا موجوده في القناه فقناه بثنين باعتبار تذكرنا. اثنين ثلاثه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا وفي الموضوع انا طبعا قلت لكم صعدت بالصدفه، لكن شفت الجماعه هنا جاي يشتغلون وتعاون بيناتهم بدون اصلا اجور عمال وتكاليف، كلها فرحانه بهالشغله هذه. والله اهم شيء احنا نريد نحييها، مو شغله شو اسمه يعني نتمنى من الاخوه يجيبون صور. نعم اقترح عليهم، اقترح اذا تريد. نعم نتمنى من الاخوه بجصان يعني يسوي صوره بها طار. نعم نعم صوره جدة ابو الله يعني الاموات الله يرحمهم يعني يقدرون يسوون سلسله مال صور. نعم اي ان شاء الله. نعم. على الحيط هم حلوه، هم اللي يطبق لهم الفاتحه يترحموا لهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله جدة مثلا ان شاء الله بس صوره صغيره طار يعني. طبعا شوفوا هاي الجماعه مأيدين الفكره هنا بالبث المباشر. عمي شلونك؟ ان شاء الله احوالك. طبعا الاخ العزيز مصطفى حامد راضي موسى منشد الله يحفظهم ويرحم امواتهم ان شاء الله. طبعا انتم ما هوايكم بهم من الشباب ما يعرفون. نعم حسين على حميد. نعم مصطفى محمد جيل وهذا. نعم هذا كرار ياسين احمد. نعم نعم هذا حسن عباس حميد. نعم هذا اللباب، هذا حيدر علي حافظ. نعم حافظ. أيوة. بيت عنبر الله يرحمه. أيوة. رحمته الواسعه. كلهم ناس طيبين وناس كانوا مثل ما يقول الله شاهد. حسن بن عبيس حميد. نعم بيت منصور، بيت مهدي منصور، بيت مهدي منصور الله يحفظه. اي والله اي والله. طبعا من السوالف القديمه نختم بها اللي هي هالقهوه، يقول اجا في سنه من السنين من كان حمودي حسن موجود. طبعا هي سالفه قديمه ومسولفوها وباستمرار، فضابط شرطه وصعد هنا كان حمودي حسن الله يرحمه يقول كان يشوي قطة وحمام وشغلات ومدري شيني. فقالوا للضابط عمي هذول ما يحبون الحكومه، اذا تصعد يظلون يشتمون بيك. فقال ماكو مشكله خل اروح انا واشوف. فاول ما اجى يقول اجى قاعد هنا بالمطعم، فهو كان يتلاطف ويا ان القصه ما اعرف سامعيها احنا ما لاحقين عليها، بس سامعيها بعد لها حقيقه لها مصدر. فهو قال له ايش تريد استاذ؟ قال له ايش عده؟ قال له عندي قطع عندي حمام. قال له سوي لي ما ادري قطع حمام ما اعرف. فقال له ايش تحب؟ اشويها لك، اقليها لك، احمسها لك، اسويها لك، ما ادري شلون بهالطريقه هذه. فهو كله وخلص نزل قال عمي ناس طيبين وليس بون. قال له قال له قال له هيك هلك هلك. قال هو حرق هلك بعد ادري بعد انت ايش ظل بهلك. للطيفه طبعا نذكرها واحنا بقهوته ونترحم له بهذه الليله المباركه ان شاء الله. نتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله.
الجميع ان شاء الله. وان شاء الله اول من 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 تفتتحوها احنا ان شاء الله ايضا نبث بث مباشر من مقهى حمودي حسن الله يرحمه برحمته الواسعه ويرحم جميع اموات اهل جصان وشيعة امير المؤمنين ومحبي اهل البيت. ونكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله في امان الله. الله يحفظكم. والله احنا نفرح يعني نشوف الشباب ومتكاتفين ومجاني وعونات اكثرها كلها عونات يعني. وهي اهل جصان مشهودت لهم العونات. نعم اخواني الاعزاء نكتفي بهذا القدر من مقهى حمودي حسن الله يرحمه. وان شاء الله بعد ايام قليله ان شاء الله يتم افتتاحها بالطراز القديم. ومثل ما ذكر الاخ مصطفى بانه عنده صوره جده قديمه يكتب عليها ويخلي لها يجومها صغيره ويجي هنا تكون باعتبار هم باعتبار يعرضون مقتنيات اهل جصان القديمه وهم الصور الزين القهوه ان شاء الله. نستودعكم الله في امان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.